هذا يسأل يقول في بيتنا بعض إخواني وأخواتي لا يصلون، هل يجوز أن أبقى معهم مع العلم أني نصحتهم؟ إن كان إنك تستطيع الاستقلال في بيت آخر يجب عليك إنك تخرج وتصير في بيت آخر، أما إن كان ما تستطيع الاستقلال، أنت فقير ولا معك شيء، فأنت تصبر مع المناصحة لهم إلى أن ييسر الله لك تستطيع أن تخرج في بيت، يجب عليك إذا استطعت.